الأسواق العالمية. انضم إلينا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، أهلا ومرحبا بك معنا رائد. يعني الاقتصاد الصيني ينمو يحقق قفزات في الارتفاع بخلاف أداء كل الاقتصادات في العالم التي تسجل انكماش بسبب كورونا. هل تعتقد أنه موضوع التوترات السياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ربما سيؤثر على البيانات الصينية القادمة بشكل أو بآخر؟ أعتقد الصراع في جانبه السياسي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هو العقبة الأبرز أمام الاقتصاد الصيني، الذي فعليا بالبيانات بدأ يثبت خروجه وتخارجه من الأزمة الاقتصادية، ولكن العبء الأكبر يعني ليس خروجه وإنما يعني بوادر إيجابية إن صح التعبير. العبء الأكبر يقع على مستقبل العلاقات التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والسياسية كذلك الأمر، لأنه ترامب بنجاحه سوف يكون هناك مزيد من الأرق والتوتر ما بين الطرفين. بايدن قد يعني انتهاء هذه الأزمة الاقتصادية السياسية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتستغل الصين حاليا يعني الوضع الاقتصادي الإيجابي. بعض التعافي لاحظناه خلال بيانات الماضية، كان في عندي نمو على الأقل لأربعة أرباع متتالية نحن شفناها، لا زالت نموا بالنسبة للاقتصاد في الصين يعني على الأقل ثلاثة أرباع، بينما الربع الأول هو الذي تلقى الضربة الأكبر ب 6.8% تراجع أو بالانكماش، في حين إذا نظرنا إلى الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع نلاحظ بأن البيانات الاقتصادية تعني تغطية كامل التراجع والانكماش الذي حققه الاقتصاد الصيني إلى درجة كبيرة. بالتالي هو أول من دخل في الأزمة وأول من يخرج منها فعليا بالبيانات الاقتصادية، ولكن ضغط التوتر الصيني الأمريكي هو الأبرز في مستقبل الاقتصاد الصيني. وبالتالي هل من المتوقع أن تستمر يعني هذه الحرب التجارية؟ يعني على العكس المفروض أنه من شغله بفيروس كورونا وأيضا وتأثيراته الاقتصادية، هل سوف تستمر مثل هذه الحروب وأيضا فرض الضرائب أو رفع بعض التعريفات الجمركية على بعض السلع؟ أعتقد ترامب واضح جدا في خطته، وهي إلقاء اللوم على الصين وافتعال مزيد من التصعيد مع الاقتصاد الصيني للحصول على موارد مالية بغض النظر عن رفع الضرائب على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يحقق فعليا نجاحه أو حقق فعليا نجاحه في الفترة الماضية بالانتخابات الماضية. إذن يريد ترامب التمسك بتعهداته بإبقاء الاقتطاعات الضريبية أو التقلصات الضريبية على العمالقة في الولايات المتحدة الأمريكية وتشجيع الداخل الاقتصادي الأمريكي أو الشركات الكبرى الأمريكية على حساب مزيد من الموارد الخارجية، وأعتقد كان أبرز يعني أو يعني كبش الفدا كانت الصين والضغط الأبرز عليها لتحصيل مزيد من الرسوم أو لرفع اليد الأمريكية بالمقارنة مع الاقتصاد الصيني في ما يتعلق بالعلاقات التجارية، وتمكن من تحقيق ذلك من تقليص كبير في الميزان التجاري للتبادل التجاري ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كان بشكل كبير لصالح الصين على حساب الولايات المتحدة. نعم، نذهب إلى الذهب وفرصه مع تحركات الدولار الأخيرة على خلفية ملف الحوافز الذي يقدمه الفدرالي، والذي هو الذي يلعب ربما بشكل واضح لدينا في تحركات الدولار. إلى أي حد تعتقد أنه الذهب لديه فرصة في مشهد الضبابية؟ يعني لا نستطيع أن نقول أنه وضع الانتخابات الحالي لا يشكل فرصة للذهب، ولكنه لا يتعافى كثيرا فوق 1900 دولار الأونصة. ببساطة لأنه في عنا يعني مود من قبل المستثمرين، وهو وجود فرص استثمارية تغني عن التوجه نحو ملاذات آمنة كالذهب أو خزانات قيمة كالذهب. ولكن من الواضح جليا أنه مثلا على سبيل المثال إذا قرأنا الـ ETFs المرتبطة أو الـ Underlying Assets تبعها بيكون الذهب بشكل مباشر، لدينا تدفق نقدي إلى هذه الصناديق التحوطية على مدة 9 أشهر متتالية، جميعهم مشترين بايرز. بالتالي في عندي ضغط فيزيكلي على الجولد، ونحن عم يكون في عندي توجه حقيقي لاقتناء الذهب في الفترة القادمة. هذا التوجه هو بنتيجة
قلق وخوف من الفترة المستقبلية وتحوط من التقلبات التي قد تحصل، سواء كانت على الأوراق المالية المرتبطة بالعملات بشكل مباشر أو على أسواق الأسهم. بالتالي التوجه نحو الذهب عم بيكون عندي يعني ليس خيارا وإنما بالإجبار، عم يتجه المستثمرين إلى تكوين محافظ استثمارية في الذهب لتغطية أي تقلبات حادة قد تحدث في أسعار في الأصول ذات العائد المرتفع أو ذات المخاطرة المرتفعة. في نقطة إضافية لدينا أيضا ضغط الدولار الأمريكي بالاتجاه الهابط نتيجة وجود خطة تحفيز يسهل أكثر مزيد من الارتفاعات على الذهب، ولكن الارتفاعات الخجولة للذهب حتى الآن لا يمكن أن نؤكد مزيد من الارتفاعات إلا ما إذا صعدنا فوق مستويات 1940 دولار للأونصة، لأنه ضغط وانخفاض الدولار الأمريكي كمان في نفس الوقت عم يدفع عندي أسعار الذهب، أيضا عم يدفع عندي فرص إيجابية في أسواق الأسهم، لأنه دائما انخفاض الدولار الأمريكي عم يكون مترافق مع برامج تحفيزية وبالتالي آفاق إيجابية في أسواق الأصول ذات العائد المرتفع كالأسهم. بالتالي ينقسم التدفق النقدي ما بين التعزيز في الملاذات الأمنة كالذهب وفي نفس الوقت اغتنام الفرص على اتقائية بعض الأسهم الموجودة في الأسواق الأمريكية. نعم سيد رائد، أنا نتحدث قليلا عن الجنيه السليني طبعا بعد تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا وأيضا الخروج وإلى الآن بدون اتفاق من بريكزيت، كيف من الممكن أن يؤثر على الجنيه الاسترليني في المرحلة المقبلة؟ يعني تماما مثل ما تفضلت، في عندي تخفيض في التصنيف الائتماني من AA إيجابي إلى AA سلبي، كذلك لدينا أيضا الكوفيد 19 وتصاعد حالاته ودخول المملكة المتحدة في مرحلة الإغلاق الثانية للاقتصادات، وبالتالي ذلك سيعطي مزيد من الضغط على الاقتصاد البريطاني. نضيف إلى كل ذلك البريكزيت الذي يبدو أننا مقبلين على تأجيل لموعد النهائي الذي هو من المفترض أن يكون حتى 15 نوفمبر، ممكن أن نؤجل إلى ما بعد هذا المستوى. وأيضا هناك فتور في التفاوضات ما بين الجانب الأوروبي والمملكة المتحدة، يوجد هناك تعنت من الطرف الأوروبي على أن بريطانيا إذا كانت تريد حصة أو أن تكون عضوا في السوق المشتركة يجب أن تلتزم بكافة شروط البريكزيت حتى يكون، وهذا لن يتم تحقيقه. بالتالي أعتقد سوف يكون هناك حل شائك صعب جدا يبقي المملكة المتحدة في على الأقل في السوق الأوروبية المشتركة، ولكن ببعض التنازلات من كلا الطرفين. شكرا جزيلا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.